استقبالا بقى لاخبارنا الخاصه والمتعلقه بالنادي الاهلي، تعالوا نروح نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات وكمان اخبار الفرق الرياضيه والانشطه المختلفه من خلال لقائنا مع الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي بمقر النادي في الجزيره. صباح الخير عليك يا محمد، وقول لنا بقى الجديد اللي عندك، ايه اخر الاخبار، اخر المستجدات، ايه اللي بيحصل عندك داخل مقر الجزيره؟ صباح الفل، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، صباح الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيتابعنا دلوقتي. يعني يوم جديد و10 الصبح في الاهلي معاكم النهارده وبدايه الاسبوع يوم الاحد، يا رب يكون اسبوع كله خير وتفاؤل وسعاده على مصر كلها والعالم اجمع. يعني موجودين معاكم النهارده من اغلى مكان على قلب كل اهلاوي، من ملعب مختار التتش داخل النادي الاهلي بالجزيره، ومتابعه تدريبات الفريق الاول لكره القدم، واللي بيواصل استعداداته استعدادا للنهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله المقرر ليه 27 نوفمبر الجاري امام نادي الزمالك. قبل ما نخش بقى في اخبارنا واخبار الفريق الاول، يمكن عايزين بقى نطلعكم هنا وندخلكم في الاجواء شويه داخل النادي الاهلي. يمكن درجه الحراره النهارده يعني رائعه، لا تتعدى 20 درجه مئويه مع سطوع الشمس، مخلي درجه الحراره اكثر من رائعه، يمكن بيفكرنا بالجو بتاع زمان بتاع مصر اللي كان معتدل شتاء جاف وكمان صيفا معتدل. يمكن ده افتقدناه في الفتره الاخيره، الشتاء يمكن بنسبه كبيره بيبقى ساقعه، لكن الصيف كمان بيبقى حر، يمكن عشان نهاوند كمان تكون يعني زي ما كانت بتحب او عايزه. خلاص الشتاء دخل ونسمات الشتاء بدات تظهر هنا في النادي الاهلي في الجزيره. يمكن كمان بقول للاعضاء اللي حابب يجي النادي الاهلي ما يفوتش الفرصه، الاجواء داخل الجزيره رائعه، السيوله المروريه في كل المحاور المؤديه للنادي اكثر من رائعه، يمكن القادم من ميدان التحرير او حتى من كوبري الجلاء سيوله مروريه بشكل كبير، حتى الناطق البعيده اللي نازل من الدائري او كده في كثافات مروريه، لكن رجال المرور بيتعاملوا بشكل اكثر من رائع، وفي سيوله مروريه. يعني من النهارده اي عضو حابب يجي النادي الاهلي بجد فرصه ما تتعوضش، الاجواء رائعه، سيوله مروريه، مش هتلاقي الاجواء دي داخل اي مكان تاني غير النادي الاهلي بالجزيره. ندخل بقى على طول في الحدث اللي احنا فيه دلوقتي وتدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يمكن التمرين ابتدى من لحظات في تمام العاشرة صباحا، طبعا مستر موسيماني بيبقى حريص قبل بدء المران على رش الملعب عشان تعود اللاعبين على الاجواء بتاعه المباريات. يمكن اهم الاحداث او المشاهد النهارده في التدريب ظهور طاهر محمد طاهر للمره الاولى في تدريب الفريق الاول، يمكن كمان اللاعبين حرصوا على عمل ممر شرفي والترحيب بطريقتهم المعتاده بالوافد الجديد طاهر محمد طاهر، يعني احدى صفقات النادي الاهلي. يمكن بعد الاحتفال بيه والترحيب بيه دخل الجيم لتاديه بعض التدريبات العلاجيه، اللي احنا عارفين طبعا انه كان عنده اصابه في الضمه من معسكر الفريق الاول للمنتخب القومي المصري. كمان النهارده صالح جمعه محمود عبد المنعم كهربا موجودين بشكل اعتيادي في التدريب بعد غيابهم امبارح باذن من كابتن سيد عبد الحفيظ، اذن مسبق كانوا تغيبوا عن المباراه امبارح، النهارده موجودين بشكل عادي. كمان المحترفين اللي موجودين مش مع منتخبات بلادهم اليو باجي او كمان اجايه موجودين بشكل طبيعي جدا، مروان محسن موجود بشكل طبيعي جدا وبقد تمارين، يمكن كانت اثيرت مشكله بالامس لكن خلاص المشكله تم حلها بشكل طبيعي، ومروان بيشارك بشكل كبير في المران النهارده. كمان حراس المرمى على يميننا هنا موجودين بيأدوا تمرينهم بقوه، كمان عدد كبير من الناشئين مستر موسيماني بيستعين بيهم عشان يجربهم، خاصه ان في الوجه الجديد اللي بيظهر النهارده يعني من الناشئين صالح مهاجم فريق 2001، دي فرصه كبيره ان الراجل يتفرج عليهم ويشوفهم علشان اللي هيتم الاستعانه بيهم الفتره الجايه ان شاء الله. كمان يعني مكملين بقى اخبارنا ونروح لاخبار الفرق الاخرى. يمكن فريق تنس الطاوله للناشئين والناشئات بالنادي الاهلي توج بالامس السبت ببطوله الجمهوريه، يمكن تحت 21 سنة فريق النادي الأهلي الناشئين توج باللقب بعد فوز على سبورتنج 3-1 في المباراة النهائية بعد عبور الزمالك في الدور قبل النهائي. كذلك الناشئين تحت 21 سنة الناشئات فازوا على جزيرة الورد 3-1 بعد عبور سبورتنج في الدور قبل النهائي. يمكن نقول بقى أسماء الأبطال اللي مثلوا النادي الأهلي في البطولة، يوسف عبد العزيز، مروان عبد الوهاب، كريم ياسر، أحمد البراهمي، جواد كريم، والناشئات مثلهم مريم هشام ومروه هشام، هنا جوده، ساره ياسر، فريده عبد الناصر. الجهاز الفني طبعا اللي بيقود النادي الاهلي في البطوله كان بقياده كابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس الطاوله بالنادي الاهلي، وكابتن فتحي عبده مدير قطاع الناشئين، وكابتن عمرو رضا المدرب العام. جدير بالذكر يا كريم ونهاوند ان فريق الناشئين والناشئات كمان تحت 18 سنه يوم الخميس الماضي توجوا برضه بلقب بطوله الجمهوريه لهذا العام. يمكن فريق الناشئين تحت 18 سنه فاز باللقب بعد فوزه على الزمالك 3-0 في النهائي، وكمان الناشئات فازوا على جزيره الورد في المباراه النهائيه بثلاث اشواط مقابل لا شيء. مكملين اخبارنا، يمكن
النادي الاهلي بقى السيدات اليد اداء اكثر من رائع ومباراه قويه امبارح امام سبورتنج. المباراه انتهت بفوز النادي الاهلي 27-24. المباراه قيمت على صاله سبورتنج بالاسكندريه. الفريق زي ما احنا عارفين متصدر المسابقه وماشي اول ب 30 نقطه بالعلامه الكامله. فوز في 10 مباريات متتاليه تحت قياده المدير الفني الكوف يحيى يوسف. يمكن الفريق كمان مقبل ان شاء الله يوم الجمعه المقبله المباراه المقبله مع نادي مدينه نصر هنا الساعه 2 ظهرا ان شاء الله على صاله النادي الاهلي بالجزيره. زي ما انت شايف اجواء اكثر من رائعه. تدريب الفريق الاول يمكن بنطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي ان شاء الله يكون استعداد على خير وجه وان شاء الله يتوج مجهود كل اللاعبين والاجهزه الفنيه هنا بفوز النادي الاهلي بالبطوله التاسعه واللقب الافريقي. دي كانت الاجواء عندنا هنا كريم. معاك لو في اي استفسار متواصلين معاك على مدار اليوم ان شاء الله. احلى الاجواء جميله جدا عندك. بنشكرك طبعا شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي وصبح لنا على كل اللعيبه.